متأكد من هالشي؟ 100% يا معلم. يعني أنت متأكد إنك فتت لآرا مو لضيعة تانية؟ متأكد مثل مالي متأكد من اسمي، حتى أهالي الضيعة قالوا لي مثل ما نقلت لحضرة جنابك بالحرف. إنه أهليتها اندبهوا على إيدين الفرنساوي وهي بقيت وحيدة، مو هيك؟ إيه نعم. حاصلوا أمي. بديار تروح المسكية. في واحد اسمه أبو رمزي. وين الفيجي؟ مبسط على كتف الفيجي. عرفته. بتقول له أبو طالب الأنواتي عاوزك ضروري لأمر هام. أمرك عمي. يلا أمشي. السلام عليكم. أهلين سيفو. السلام. أهلين سيفو. يلا عمي يلا، طالما وصل سيفو اختفر رجلك بسرعة. جبت المصاري؟ لك أنا جبتهم. معناتها خليني معلم دخلهم على الخزنة أنا. لك أنا بحطه. أمشي. يلا السلام عليكم. الله معك. هات المصاري. جنابك هون وأنا شايطة وطلعت عليك من الصبح يا أخي أبو طالب. خير 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 خير، تفضلي تفضلي. رح أسوي لها الشاي. أمشي يا عمي. منين بده يجي الخير والذبح شغال بالشام وابني وحيدي عايش بالبراري؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أم صابر، ابنك بأمان، اطمني. أنا ما بأمن عليه غير يرجع ويعيش قدام عيوني. عمي سبق وشرحت لك ملاقية تقيلة محمد إنه يعيش معك بالبيت وجوزك موجود. إذا ملاقية تقيلة هلأ بروح بصرفه لعدلي بحال سبيله، بس المهم ابني يرجع لي. ما بيصير الحكي يا أم صابر، ما بيصير. لكان بيصير بعد كل هالنطرة، ابني يعيش بوادي وأنا بوادي تاني يا أخي أبو طالب، والله حرام. اللهم طولك يا روح، لك افهمي علي. بوس إيدك تلاقي لي حل يا أخي، ما في غير جنابك بيمون عليه، الله يخليك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا أم صابر.